الوليد لما جاب سيدنا الحسين علشان يطلب منه البيعة ليزيد، جابه وقال له: نحن لا نطلب منك إلا كلمة، قل بايعت واذهب بسلام إلى جموع الفقراء، قلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، قلها ما أبسطها، ما هي إلا كلمة. رد عليه سيدنا الحسين وقال له: كبرت الكلمة، ما دين المرء سوى الكلمة، ما شرف الرجل سوى الكلمة، ما شرف الله سوى الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. ولا رد لي لمن لا يعرف معنى الكلمة.